مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحصة الجديدة من المشهد. في نهاية العام الماضي استقبل العالم نبأ انتهاء الدراسات الخاصة بلقاحات ضد فيروس كورونا بنوع من الارتياح، لتنطلق حمى السباق للحصول عليها ولتطويرها في أنحاء العالم. ومع تسارع الدول الكبرى في إبرام اتفاقات شراء لقاحات، برزت مخاوف بشأن فرص الأمم الفقيرة في الحصول عليها، ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق مبادرة كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة. منظمة العفو الدولية أمنستي حذرت من تباين فرص التطعيم بين الدول الفقيرة والغنية، وذكرت أن حوالي 90% من سكان 70 دولة فقيرة قد لا يحصلون على أي لقاح ضد فيروس كورونا خلال عام 2021، في حين أن الدول الغنية تعاقدت لشراء لقاحات تكفي لتطعيم مواطنيها 3 مرات، ولا يمكن تجاوز الدول العربية بشأن القلق من القدرة على توزيع العادل للقاح، فأعداد من تلقوا لقاحات كورونا محدودة في أكثر الدول العربية. كيف نقيم إدارة البلدان العربية لملف اللقاحات؟ كيف تجري عملية التلقيح؟ وكيف يبدو المشهد عربيا؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيوفنا. يرافقنا من باريس الباحث المختص في علم الفيروسات وعلم البكتيريا الدكتور حبيب بوعزي، ومن اسطنبول المستشار القانوني للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد، ومن الجزائر الطبيب المختص في الصحة العمومية الدكتور محمد كواش، ومن برمنغهام في المملكة المتحدة استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء الدكتور أحمد حلمي. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا، وأبدأ معك دكتور حبيب وعزي، أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. شكرا وبارك الله فيك، وتحية إلى ضيوفك وإخواننا من كل الدول التي المستضافة. شكرا جزيلا. كيف يبدو المشهد عربيا برأيك فيما يخص اللقاحات ضد كورونا، توزيعها وبالتالي فرص التطعيم؟ سؤال مهم، والجواب هو ينطلق من الفرز الاقتصادي والتقدم العلمي في العالم، حيث أن البلدان الغربية والتي فيها اندلع معظم بشائر البحث عن التلقيح
ولكن مرة أخرى تبدي الدول العربية ضعفها الفادح، والأسباب متعددة، ولكن نتيجة لهذا الفرز الاقتصادي والعلمي فإن البداية كانت محتشمة جدا في بداية التلقيح في الدول الغربية، حيث أن الدول نعم العربية كانت نعم دكتور وبدأت حبيب وعز، ملاحظة فقط عذرا على المقاطعة، أنا لا أراك تنظر إلى الشاشة، سوف أعود لك. أيوة الآن الآن أنا أراك بوضوح. نعم كنت تنظر طيب إلى إذن نعم نقول ونعيد أن تفضل المسألة بدأت بفرز اقتصادي وفرز علمي، حيث أن الدول الغربية فيها الفرق القادرة وفيها المنح التي أبديت لهذه الفرق حتى تعمل، وكذلك أن اقتصادها أعانها على التقدم. إذن الفرز كان اقتصادي وعلمي. الدول العربية بدأت بداية محتشمة، حيث أنها أبدت وكأنها تتسول. الواضح يكون للأسف في بلداننا وفي البلد الذي انحدرت منه وهو تونس، حيث أن الأصوات اعتلت طالبة بتوفير هذا التلقيح، ولكن ترقبنا إلى أن يأتي برنامج كوفاكس. التلقيح في البلدان العربية بدأ منذ أيام، بحيث أنه في البلدان الغربية بدأوا دكتور منذ حبيب شهر عذرا، شهرين. أريد أن أتوقف معك عند تونس تحديدا، هل تونس من ضمن الدول التي يشملها أو تشملها مبادرة كوفاكس؟ نعم، وهو كذلك، إذا بحيث أن الآن البرنامج التلقيحي في تونس اعتمد كليا على كوفاكس ولم يعتمد على مؤهلات اقتصادية أو مبادرات قطرية لشراء هذا التلقيح. كوفاكس الآن هي وفرت إلى تونس صنفين من التلقيح. الصنف الأول هو صنف أسترازينيكا، والبداية بدأت من بريطانيا، والصنف الثاني هو بي فايزر، نعم والذي يعمل معي من ما بين ألمانيا وأمريكا، بحيث نحن بلد يعد أكثر من 11 مليون، ولكن الجرعات التي وعدت بها كوفاكس هي لا تتجاوز المليونين إلى حد الآن، ولم تصل بعد، بحيث أن البرنامج يقول أن هذه الجرعات ستصل بداية من منتصف شهر فبراير. السؤال الذي يطرح هو كيف سنفعل للبقية، وما هو برنامج كوفاكس بعد وصول هذه الجرعات التي تعهدت بها المنظمة العالمية للصحة؟ سؤال ثاني يقول أن إشكال ثاني في عملية التوعية لقبول هذا التطعيم، لإقناع بحيث أن الناس يعني تقصد، نعم لأنه في لإقناع الناس، لأنه هناك نوع من التوجس لدى الكثيرين. وهو نعم كذلك، فإن الأرقام تقول أنه من جملة 11 مليون نسمة أن هناك من قبل الترسيم في ما يسمى the list of vaccination people، وصلت لم تفت ولم تتجاوز ال 300 ألف نسمة. من 11 مليون وصلنا إلى الطلب يعني للتلقيح فقط لا يتجاوز 300 نسمة، وهذا شيء قليل. إشكالية تطرح الآن، حتى وإن وجدت التلقيح فإن عملية التوعية وقد بدأت البداية منذ اندلع وجود هذا الفيروس، فإن التوعية الصحية في تونس مرت بالعديد من النكسات، بحيث أنه لم نستطع أن نواكب التعاليم الطبية لنحمي أنفسنا من هذا الفيروس، بحيث أن القوانين للحماية لم يؤخذ بها كليا، والآن عندما وصل التلقيح القبول كذلك محتشم كثيرا. نعم تفضل. اسمح لي سيدي أذهب إلى المستشار القانوني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد من إسطنبول، أهلا وسهلا، شكرا لانضمامك. أتحدث معك هنا حول ما ذكرته منظمة العفو الدولية أمنستي، بأنه هناك في أكثر من 90% من سكان 70 دولة فقيرة لن يحصلوا على أي لقاح ضد فيروس كورونا خلال عام 2021، وهذا عكس الوعود التي تحدثت عنها منظمة الصحة العالمية فيما يخص جمع المنح والأموال لمبادرة كوفاكس من أجل الدول الفقيرة. إذا ما تحدثنا حقوقيا، ماذا تعني صحة الإنسان اليوم في عالم مليء بالأنانية وتحكمه مصالح دول كبرى؟
نعم، في البداية تحية لك يا أستاذة وجدان أهلا بك. وللزملاء الأعزاء وللمشاهدين الأكارم. ونعم، بالفعل يبدو أن التحديات التي رافقت انتشار جائحة كورونا على مستوى العالم وبخاصة الدول التي تشهد الصراعات والتي نقوم بتغطيتها بشكل يومي ما زالت مستمرة، ويبدو للأسف أنها ستستمر مع استمرار هذه الجائحة حتى وصلنا إلى مرحلة توزيع اللقاحات وعدم وجود سياسة محددة للعديد من الدول الفقيرة، وهنا أخص الدول العربية وبشكل أخص أكثر الدول التي تشهد الصراعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وتأثير تلك الظروف السياسية والاجتماعية على تلقي ذلك اللقاح بشكل متساوي كما نصت المواثيق والقوانين الدولية على أن الحق في الصحة هو حق متساو للجميع في العديد من المواثيق، سواء كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحتى المدنية والسياسية واتفاقيات الصحة المتفرعة التي كانت متسلسلة زمنيا طوال السنوات الماضية إلى هذه اللحظة. لكن للأسف لا يوجد هناك خطة ملموسة أو مدروسة من قبل تلك الدول كما ذكرت سابقا، وهذا الأمر نعكسه في عدة نقاط أساسية. النقطة الأولى أنه منذ انتشار هذه الجائحة إلى هذه اللحظة ونحن نوثق العديد من الانتهاكات في مجال الحق في الصحة، سواء كان بحرمان الأشخاص الذين لا يملكون القدرة المالية من الحصول على العلاج داخل المستشفيات الحكومية، وهنا أيضا نخص بذكر الدول العربية هذا أولا. ثانيا، مجموعة الانتهاكات التي طالت فئة معينة من الحالات الإنسانية وهم اللاجئين والمهاجرين سواء كانوا في الدول العربية أو في الدول الأوروبية، وإلى هذه اللحظة لم نتمكن أو نتأكد من أن اللقاحات ستشملهم بشكل أساسي، حتى وإن كانت الدول الأوروبية قامت بشراء ما يفوق حصتها من تلك اللقاحات، لكن إلى هذه اللحظة لم نسمع عن خطة مدروسة من قبل تلك الدول لتطعيم معلش، أولئك ولكن الأشخاص. قبل أن أعود وأتوقف معك عند موضوع المهاجرين واللاجئين سيدي الكريم، يعني هناك دول غنية تسارع في شراء كميات كبيرة من اللقاح إبرام اتفاقات شراء اللقاحات، والمسألة أنها تشتري بأرقام خيالية وبأعداد تفوق عدد سكانها، وبالتالي هل هذا يعتبر عدلا برأيك بينما هناك دول تحرم حقيقة من اللقاح والتطعيم؟ على الإطلاق لا، بمعنى أن هذه هي جزء من الممارسة العنصرية والاستغلال غير المبرر الذي نص عليه القانون الدولي في حتى في شراء اللقاحات. وإن كانت الدولة غنية وتملك من الموارد المالية والاقتصادية ما يمكنها من شراء اللقاحات، لكن هناك نظام قانوني دولي يحكم كل الدول وتحتكم إليه، وهنا نخص بالذكر الجمعية العامة للأمم المتحدة وحتى الأجهزة الدولية المتفرعة عنها، بمعنى أن منظمة الصحة العالمية من المفترض أنها بالتنسيق مع الأجهزة الدولية أن تقوم بعمل دراسة عن الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول لهذا اللقاح، حتى وإن كانت هناك أنظمة تحكم تلك الدول التي ينضوي إليها تحتها أولئك الأشخاص، لكن يبقى أن هناك العديد من الحكومات سواء كانت العربية وحتى الدكتاتورية في بعض المناطق لا تسمح أو لا يهمها صحة مواطنيها أو رعاياها المتواجدين في تلك الدول، وبالتالي كان من باب أولى حتى على النظام الدولي والمؤسسات الدولية أن تراعي هذه الحالة وهذه الحاجة الماسة. نعم، هناك دول وهناك حكومات من المفترض أنها توفر لرعاياها، لكن لا يخفى على الجميع الحالة السياسية وأيضا الأوضاع الاقتصادية الموجودة في بعض الدول العربية وحتى دول المنطقة هذا أولا. ثانيا، الواجبات الأساسية التي تحتم على الالتزام القانون الدولي لكل الدول وللمجتمع الدولي هو بتوفير الصحة والغذاء والمسكن، وهذه تعتبر حاجات أساسية واحتياجات أساسية كفلها القانون بالحصانة الكاملة وأكد عليها في عدة مواثيق دولية. لكن الناظر الآن إلى واقع بعض الدول وهنا أخص للأسف الدول العربية، حتى أننا يمكن أن نقسمها إلى عدة أقسام، هناك دول تعاني من صراعات داخلية أو حتى حروب، ومنها الأراضي الفلسطينية وبخاصة قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 15 عام، وهناك تعمد وتعنت إسرائيلي من عدم إدخال اللقاحات حتى التي قامت بشرائها السلطة الفلسطينية سواء كان عن طريق جهات مانحة أو حتى هي التي شرتها والتي لم أو تصل التي حتى الآن حسب معلوماتنا.
بالفعل بالفعل، وهي لم تصل إلى قطاع غزة بسبب التعنت الإسرائيلي، وهذا الأمر يخالف قواعد لاهاي وأيضا يخالف الاتفاقيات الدولية، ويعتبر من أساليب التجويع والإيذاء البدني البليغ المتعمد والذي نعم، اسمح تنص لي عليه. أستاذ محمد عماد أنتقل إلى أستاذنا دكتور حبيب بوعزي. دكتور حبيب، أيضا هناك تساؤل آخر، يعني كما ذكر الأستاذ عماد بأنه هذا يخالف الحقوق الإنسانية ويميز بين شعوب الأرض، ولكن في نفس الوقت هو يزيد من أبد القضاء على فيروس كورونا، هل توافق هذا الرأي؟ نعم، وهو كذلك. دائما نقول أن في حياتنا الآن ممكن تكون نرجسية التفوق هي التي تفرض المسار. أشار الأخ الكريم بأن منظمة الصحة العالمية في دراستنا نقول أنها تقول بتوفير الصحة المتساوية لكامل أبناء الكرة الأرضية، وليست فقط إلى أبناء دولة معينة. لكن الآن نحن نعرف أن حتى منظمة الصحة العالمية مرت بالعديد من الانتكاسات، خاصة من طرف النظام الأمريكي القديم، يعني الذي يترأسه ترامب. منظمة الصحة العالمية هي منظمة سلمية تقول بالفكرة، وهناك قوانين تقول بتطبيقها، وربما هي كذلك تخرج هذه القوانين. إذا المسألة في تخلف وصول اللقاحات حتما سيطول المعركة مع هذا الفيروس. منظمة الصحة العالمية لها دراية بهذه المسألة، ذلك أنها قد سعت إلى توفير ما يمكن أن توفره هذه المنظمة من تلقيح مجانية لبعض الدول التي تعاني من أكثر إصابات بهذا الفيروس، ومنها في إفريقيا هي نقول تونس بأنها ثاني دولة تعد أكثر نسبة في الإصابات، وأول دولة تعد أكثر أموات رحمهم الله. نقول بأن مبادرات منظمة الصحة العالمية منظمات سليمة إلى حد الآن، ولا يمكن أن نطلب أكثر منها لأنها منظمة. ولكن دكتور حبيب، أعتقد أن هناك من يخالف هذا الرأي، وأن منظمة الصحة العالمية تأخرت كثيراً في العديد من القرارات، آخرها ما يجري حاليا، يعني هناك وفد من منظمة الصحة في الصين في يوهان يقف عند منشأ الفيروس، وبالتالي هناك تأخير حقيقة، بينما عدد الإصابات والوفيات يعني كورونا ما زال يحصد الأرواح بشكل مخيف. لنكن منصفين الأخت وجدان، منظمة الصحة العالمية من أول انطلاق هذه الجائحة أرادت أن تنزل إلى أرض الصين، ولكن النظام السياسي في الصين، وللأسف فإن السياسة هي التي تتوج الموقف الأخير، رفضت أن تزور هذه الفرق المنظمة من هذه المنظمة العالمية للصحة، ورفضت الصين قبولها حتى آخر لحظة. فإن الفريق الذي نصبته المنظمة العالمية للصحة عندما ذهب إلى الصين بقي محتجزا مدة معينة، وإلى حد الآن هو محاصر. المسألة ليست في منظمة العالمية للصحة، لنكون منصفين، المسألة هي أن منظمة الصحة العالمية كانت مهددة اقتصاديا، بحيث أنها مرس عليها العديد من الضغوط الضغوطات، المادية. نعم المادية، مرضت عليها ضغوطات مادية، وكذلك أنها أنظمة سياسية لا يمكن أن نتابعها دوليا. فالصين الآن لم يعني لست أدري كيف في الأخير بعد سنة من المحاولات أعطت الإمكانية لوصول هذا الفريق، وعندما وصل هذا الفريق كان متأخرا جدا أن نتتبع منبعث العدوى من جديد. لنرجع ونقول أن المنظمة العالمية للصحة لست مدافعا عنها، وإنما حاولت أن تفعل المستحيل، وعندما نرى أنها الآن قد اتجهت إلى البلدان الأكثر تضررا من الفيروس، فهذا كذلك إنصافا لهذه الدول. نعم. تفضل. اسمح لي سيدي أعود إلى الأستاذ محمد عماد. أستاذ محمد، عندما نتحدث عن الدول التي تستضيف مهاجرين ولاجئين، يعني لم نسمع إلا نادرا، ربما فقط في الأردن سمعنا أنه التطعيم سوف يشمل أيضا اللاجئين السوريين اللي موجودين على أرضها، بينما الدول الأخرى مثل لبنان لم نسمع. يعني هل هذه مسألة تعتبر مخيفة وتبعث على القلق فيما يتعلق بالتوزيع العادل وفرص التطعيم بين المواطنين أصحاب البلد وأيضا اللاجئين؟
بالفعل، وهذا الأمر هو أمر مقلق جدا لأي شخص حقوقي يبحث أو عنده اطلاع على الأوضاع الإنسانية للاجئين، سواء كانوا فلسطينيين أو سوريين في بعض الدول العربية. وأعطيك هنا مثال، أن الاحتياجات الأساسية قبل انتشار جائحة كورونا لم تكن متوفرة في بعض البلدان والمخيمات، بمعنى أن وصلنا إلى حال عدم وجود أغطية، عدم وجود تدفئة، عدم وجود نظام صرف صحي عفوا، وحتى عدم وجود لجان طبية للأمراض البسيطة التي فقد بسببها عشرات اللاجئين حياتهم لعدم وجود الكوادر الطبية الموجودة. فما بالك الآن ونحن نتحدث عن فيروس لا تستطيع الدول الكبرى مواجهته، وهي الآن تحاول بأقصى قدراتها بعد عام كامل أن تحاول السيطرة على هذا المرض، هذا إن استطاعت حسب المعطيات الحالية. وبالتالي ما نقوله الآن أن اللاجئين فعلا يتهددهم الخطر الكبير جدا، لا سيما اللاجئين السوريين سواء كانوا في بعض البلدان العربية وحتى البلدان الأوروبية. بالمناسبة هنا مثلا اللاجئين السوريين في اليونان يعانون من الإعادة القسرية والطرد، يعني حتى لا يوجد لديهم أي أماكن ليختبئوا منها من برد الشتاء، هذا أولا. ثانيا، بعض الدول العربية شاهدنا هناك إعادة قسرية للنازحين كالعراق مثلا، والتي اتخذت قرار في بداية هذا العام بإغلاق كافة مخيمات النزوح، وهذا الأمر لا يستوي مع المنطق، بمعنى أنه كيف نتحدث عن اللقاحات التي ستصل إلى اللاجئين أو النازحين قسريا، وبعض الحكومات العربية وحتى الأوروبية هي من تقوم بممارسة الانتهاك الأكبر، سواء بإعادتهم قسريا إلى المناطق التي هجروا منها أو حتى بانحرمانهم من حقوقهم الأساسية التي كفلها القانون الدولي. وبالتالي نحن نقول هنا أننا أمام تحدي كبير جدا في أولا ضمان الحماية الصحية والاجتماعية لأولئك الأشخاص الذين أوكل لهم القانون الدولي الرعاية والحماية الخاصة، هذا أولا. ثانيا، نتحدث بشكل عاجل عن موضوع توزيع اللقاحات وأن تضمن كافة الدول سواء كانت عربية أو أوروبية على الأقل نعم كالتزام قانون وأخلاقي بوجود نعم اللقاحات الخاصة لأولئك الأشخاص. نعم أستاذ محمد عماد، سؤالي هنا عن حق المواطن بمجانية التطعيم، هذه مسألة في غاية الأهمية، وهنا نتوجه إلى مصر البلد الكبير يعني أكثر من مليون نسمة. هناك جدل وغضب شعبي حقيقة بأنه لقاح كورونا سوف لن يكون مجانا، وبالتالي طلب من وزارة الصحة أن تغير موقفها من هذا الموضوع. إلى أي مدى أهمية الحديث عن هذه النقطة بينما هناك شعوب تتوفر لها هذه اللقاحات مجانيا؟ نعم، وهذا الأمر نبحث به من نقطة يتحمل مسؤوليتها الأشخاص القائمين على الإدارة التنفيذية لأي دولة من الدول، بمعنى أن دستور معظم الدول يتشارك في نقطة أساسية، وهي أن الدولة بسلطاتها المحددة في القانون هي ملزمة تجاه هذا الدستور وملزمة تجاه شعبها أن تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. ولا أدعى من أن نقول أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا هو أولى الأولويات أصبح في عام 2021، بمعنى أن الحكومات والسلطات الآن مطالبة، وهنا لدينا مثال العديد من الحكومات الأوروبية هي تقوم بشراء اللقاحات حتى بالعدد الأكبر وتقوم بتوزيعه على الرعاية والمواطنين دون أن تأخذ منهم أي أموال، وهذا الأمر هو الشيء المفترض من ناحية إنسانية ومن ناحية أخلاقية وحتى من ناحية قانونية، لأن هذا الأمر نحن نتحدث عن الصحة العامة، والصحة العامة هي ملزمة من قبل الدول ومن قبل سلطاتها. وبالتالي لا يستقيم من ناحية قانونية ولا حتى إنسانية أن تطالب بعض الدول من رعاياها ومواطنيها أن يدفعوا أموال مقابل حصولهم على اللقاحات، هذا أولا. ثانيا، الدولة هي ملزمة بضمان صحة أولئك الأشخاص، بمعنى أنه في حال فرضت تلك الدول، وللأسف هي من بعض الحكومات التي تفرض، هي أكثر الدول فقرا على مثلا مستوى الدول العربية، أو تعاني من حالة اقتصادية مترهلة ومتدهورة بشكل دائم، وبالتالي الأولى هي أن توفر أو أن تذهب بمخصصاتها المالية للحفاظ على أرواح أولئك الأشخاص، ومن ثم تنطلق في خططها التنموية والاجتماعية. لكن الأمر لا يستقيم أن تقوم بالمطالبة بدفع أو إلزام الأشخاص بدفع الأموال حتى وإن كانت أموال بسيطة، لأن هذا الأمر يخالف المبادئ القانونية التي كفلتها الاتفاقيات الدولية. وبالمناسبة معظم الدول العربية إن لم يكن كلها منضمة إلى الاتفاقيات الأساسية والقواعد الأساسية التي تلزم الدول، والدول نفسها ألزمت سلطاتها بهذه القواعد. وبالتالي نقول
بأن السلطات سواء كانت عربية وحتى السلطات التي تستضيف بعض الفئات المحمية بموجب القانون كاللاجئين والمهاجرين ملزمة بتوفير اللقاحات، وحتى لو كان لم يكن لديها عفوا الكفاية المالية أو القدرة الاقتصادية لتوفير اللقاحات، عليها أن تبلغ الجهات الرسمية الدولية لتخلي مسؤوليتها، أو حتى على الأقل لتقوم المؤسسات الدولية بممارسة دورها كالأمم المتحدة وحتى المنظمة الخاصة بشؤون اللاجئين سواء كانت أونروا أو المفوضية العامة لحقوق الإنسان، لأن تقوم بالتشارك من أجل تغطية اللقاحات للفئات المحمية بموجب القانون الدولي، لكن أن تقوم الدول بخطط أو عدم وجود رؤية واضحة أو الانغلاق على نفسها في تحديد من هي الفئات التي ستأخذ هذه اللقاحات أو بفرض بعض الأموال، هذا أمر غير مقبول من الناحية القانونية. وهنا نؤكد صح بالفعل نعم أن منظمة الصحة هي منظمة تقوم بدور استشاري وأيضا تقوم في جانب تقوية الجانب الصحي على المستوى الدولي، لكن أيضا نطالبها بأن يكون لها على الأقل هناك اتصال دائم بالجهات التنفيذية الدولية لأن تقوم تلك المؤسسات بمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون الوصول إلى اللقاحات. وهنا نؤكد أن ملف النازحين والمهجرين لم يتم تناوله بالشكل الكافي على المستوى الدولي، ولا يوجد أي رؤية أو ضغط دولي من قبل المؤسسات الدولية المعنية في جانب توفير اللقاحات الأساسية لمئات الآلاف من المهاجرين حول العالم. المستشار القانوني للمرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الأستاذ محمد عماد، شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كنت معنا من إسطنبول عبر السكايب، تحية لك. عودة إلى الدكتور حبيب وعزي. دكتور حبيب، يعني عندما نتحدث بأنه الدول العربية أعداد من تلقوا اللقاحات في الدول العربية محدودة في نسبيا، بينما تتصدر الإمارات الدول العربية من حيث عدد اللقاحات المتوفرة، إذ تقدم لقاحات فايزر بايونتيك وأوكسفورد أسترازينيكا وسبوتنيك الروسي وسينوفارم الصيني. هل هذا كنوع من التباهي؟ هل من المفترض أن تقوم الإمارات بالتفكير بالشعوب الفقيرة التي المحيطة بها؟ لا نريد تحديدا أن نقول عربية، ولكن أليس بالأحرى وهي شقيقة عربية أن تساهم فعلا؟ أنا أعرف أن المساهمات كانت في مبادرة كوفاكس محدودة من قبل العديد من الدول العربية، ولكن لنتحدث عن تصدر الإمارات من حيث عدد اللقاحات المتوفرة، كيف تنظر إلى ما يجري حقيقة هناك؟ الأخت وجدان، السؤال مهم، وهنا ننطلق من عدة جوانب. هناك الصحة التي تفرض نفسها كقيمة لابد أن نتقاسمها كلنا، وهناك كذلك نوع من الحياة، حياة البذخ الاقتصادي الذي جرى العديد من الدول أن ترمي بغنائها في البحر وتعطيه هدرا. وممكن لنقول أن الإمارات علها استغلت ثرواتها لتطور قليلا ما من بنيتها التحتية. نحن نقول هناك دولا من أغنى دول العالم، ولكنها الآن تعيش في ذيل وفي مؤخرة الدول، وهي أغناها بتروليا وذهبا والعديد من الأشياء. الآن عندما نرى أن دولا من هذه الأشياء يعني تستورد التلقيح الروسي والتلقيح الصيني والتلقيح البريطاني والأمريكي، ونشهد زخما لهذه التلقيح، وعلها بعدها سترمى في المزابل، هنا نتساءل عن الأخلاقيات الإنسانية لهذه الأنظمة. وهذا الشيء المؤلم دكتور حبيب وعزي، يعني أنت ذكرت نقطة في غاية الأهمية، أنه هذه اللقاحات لديها مدة معينة للحفظ، وبالتالي إذا لم يتم استخدامها فهي ترمى لنقل في النفايات، بينما من العدل أن تستفيد منها شعوب فقيرة أخرى. نعم، وهذا يندرج في ضمن سياسات معينة للأسف، فأن هناك بعض الدول، لا نريد أن نسمي الدول بمسمياتها، ولكن دول نصبت نفسها عدوة لكل نفس متحرر. بعض من الدول وأغناها في منطقتنا العربية نراها تمتلك الإمكانيات الكلية لتفي بحاجيات الدول الفقيرة ومعظم الدول الإفريقية والعالم كلها، ولكن
طبقا لاتجاهات سياسية معينة. وهنا نقول أن الحياة ككل هي اقتصاد وسياسة وعلم وصحة كذلك. للأسف فإن هذه الدولة التي ذكرتها هي تسير في الاتجاه المعاكس لإنسانيات الدول. يعني الدولة في الأخير هي مجتمع متكون من أفراد، والأفراد يكونون كذلك سياسات معينة. للأسف أن هذه الدولة ستجد نفسها في الأخير كما أقول وأعيد ترمي بهذا الكم الهائل من التلقيح التي تستوردها، والتي كانت لها الإمكانية لاستيرادها لأنها لها بنية مادية كبيرة تستوردها وتخزنها ولا تعطيها للدول يعني الفقيرة. دكتور حبيب، حديثنا اليوم هي دعوة للدول المتمكنة من أجل أن تساعد الشعوب المحيطة بها، الشعوب الأخرى التي هي بأمس الحاجة، ولحد الآن حتى لم تشتري الكميات الكافية. وهو كذلك دعينا نقول شيئا آخر، أن كذلك هذا السلوك لم تسلكه هذه الدول الموجودة في المنطقة العربية، ولكن تسلكه كذلك معظم الدول الغربية. الدول الغربية الآن تطور كذلك مناطق عدة لإنتاج هذا التلقيح ولا تفكر إلا في مواطنيها. شيء يجعلنا نتصادم مع إخلاقيات الإنسان ومع ما تقول به أصبح الحديث الآن دكتور حبيب عن تطوير اللقاحات، يعني بينما نحن ما زلنا ننتظر بدون يعني في مرحلة انتظار لا نعرف إلى متى. اسمح لي دكتور حبيب وأرجو أن تبقى معي لأنه لدي سؤال آخر أود أن أوجهه لحضرتك، لكن انضم إلينا الآن الجزائر الطبيب المختص في الصحة العمومية الدكتور محمد كواش. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا لانضمامك إلينا. اهلا بك اخت وجين، تحيه لك وتحيه للمشاهدين وتحيه للضيوف معكم، مرحبا. شكرا جزيلا. دكتور محمد كواش، سؤالي لك، كيف يبدو المشهد في الجزائر فيما يخص اللقاحات؟ يعني سمعنا عن لنقل أن هناك قدمت بعض اللقاحات ولكن ليست بالأعداد الكافية ولا تلبي حاجة الناس. نحن نتحدث عن أكثر من 42 مليون مواطن جزائري بينما ما وصل مجرد آلاف، عشرات الآلاف. تمام، شكرا لك أخت وجان. سؤال مهم جدا. اللقاحات التي وصلت الجزائر في الفترة الأخيرة هناك نوعين، يمكن أن يصير النوع الثالث اللي هو النوع الصيني، يعني لقاح سبوتنيك في الروسي وكذلك لقاح أسترازينيكا أوكسفورد البريطاني. صحيح ربما نحن الآن نحتاج إلى تلقيح حسب المنظمة العالمية للصحة لحوالي 50 حتى 70% من المجتمع من الشعب الجزائري، ولكن اللقاح لا يمس 40 مليون جزائري ولكن يمس الفئة المعنية، والفئة المعنية هي فوق 18 سنة، قد تصل إلى 22 أو 20 مليون جزائري، ويستثنى من ذلك بعض الفئات المختلفة. صحيح بالنسبة للكمية قد تبدو في البداية ضئيلة أو قليلة مقارنة بالطلب والحاجة المجتمع، أكيد أن كل العالم الآن فيه الآن تنافس للحصول على أكبر طلبية بالنسبة للقاحات ولإرضاء المجتمعات الخاصة به، عفوا الدول. أكيد أن الجزائر سوف تستلم لقاحات في الأيام المقبلة أو جرعات كثيرة جدا في الأيام المقبلة، وذلك راجع للضغط الكبير على المخابر المنتجة، وبالتالي هذا التلقيح التدريجي هو مهم جدا لكسب المناعة الجماعية، المناعة الجماعية التي تطالب بها المنظمة العالمية للصحة. دكتور محمد كواش، عذرا على المقاطعة، يعني هناك من يرى أنه يجب تلقيح نسبة 70% من السكان حتى تتم السيطرة على الوباء، ولكن هل هذا ممكن في ظل ضعف الإمدادات؟ تمام، صحيح، لأن قلت كما ذكرت الأخت وجدان بأن العالم أو أي دولة محتاجة أنها تلقح حوالي 70% من شعبها حتى تواجه الوباء بشكل جدي. صحيح ربما المهمة تكون صعبة، ولكن ربما عملية التلقيح سوف تستمر لأشهر، وما ننساوش كذلك ربما الجزائر الآن في الفترة القادمة هي مقبلة على إنتاج اللقاح حسب تقرير وزارة الصحة، لإمكان إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي على مستوى المحلي، وهذا قد يزيد أو يسهل من الحصول على الكمية التي يحتاجها المجتمع الجزائري. صحيح المهمة صعبة، وهذا ما هو مطروح في كثير من الدول، حتى إذا رجعنا إلى المملكة المتحدة بريطانيا فهي كذلك رغم أنها تنتج لقاح سبوتنيك، عفوا لقاح أسترازينيكا أوكسفورد البريطاني، لكن لجأت إلى
استعمال لقاحات اخرى، يعني لقاحات خاصه بدول اخرى كلقاح فايزر ولقاح موديرنا. الامر يتطلب وقت، واكيد ان وما ننساوش كذلك ربما تسليط الضوء للدول الفقيره الان التي ربما ليس لها امكانيات ماديه للحصول على هذا اللقاح، وكذلك ليس لها ظروف التقنيه الخاصه بتوزيع وتخزين اللقاحات المناسبه. استاذ محمد، دكتور محمد، ارجو ان تبقى معي، عوده الى الدكتور حبيب بوعزي. دكتور حبيب، يعني دكتور محمد كواش تحدث عن ضعف الامكانيات، ولكن هناك من يرى انه حتى الدول الغنيه التي وفرت هذه اللقاحات مجانا لشعوبها هي أيضا تعاني من عرقلة في موضوع إنتاج لقاحات، وبالتالي أصبحت الدول تشتري أنواع مختلفة من اللقاح، ويتم الحديث الآن حول المزج بين اللقاحات لتمكين تطعيم أكبر عدد من الناس. إذن المشكلة لا تقتصر فقط على الأمم الفقيرة، هل توافق هذا الرأي؟ ليس إلى هذا الحد، ولكن نحن نقول أنه عندما تنطلق التلقيح وفي مكان معين من العدل أن تنطلق بسرعة متجانسة في كثير من الدول، ولكن الشيء الذي جلب انتباهنا أنه انطلقت في الدول التي تنتج والدول الغنية فقط. هذا هو مربط الفرس، أنه عندما تكون الصحة للجميع لماذا لا يكون التلقيح للجميع كذلك؟ ولكن بقينا على مستوى النظرية نتكلم، أن حتى هذه البلدان التي تنتج التلقيح فعلا كما تفضل أخينا من الجزائر وبارك الله فيه وشكرا على التحاقه بنا، أنه التجأت هذه البلدان إلى الأخذ بتلقيح الأخرى. لنقول شيئا علميا آخر، أنه يفرض على البلدان المنتجة كذلك أن تأخذ التلقيح الأخرى حتى نتوصل علميا أن نرى أهمية التلقيح فيما بينها. فلا يجوز أن دولة معينة تنتج تلقيح معين ولا تستعمل لهذا التلقيح. المسألة تفوق أنه عدم القدرة على الإنتاج. هناك الآن روسيا هي تنتج تلقيح كبيرة جدا بكمية كبيرة جدا، والدول الغربية كذلك تنتج بكمية كبيرة جدا، ولكن إلى حد الآن المشكل أننا لم نفتح الباب لنفكر في الشعوب الفقيرة. خليني أعطيني فرصة حتى أتكلم عن شيء آخر وأقول أن قدر الشعوب الفقيرة الآن هي أن تفكر في أن تتحرر من عقدة التخلف، من عقدة الجهل، من عقدة الخوف في الإنتاج. نحن هذه يكاد يكون امتحان في مسألة هذه التلقيح. لنا دول، وحتى توجه حتى إلى الدول الغنية في بلداننا، أنها تعطي قيمة أكثر إلى البحث العلمي، وتعطي قيمة أكثر إلى الامتيازات التي يجب أن تعطى لفرق البحث والفرق الطبية الباحثة كذلك. إذن بخلاصة ماذا نقول؟ نقول أن هناك خلل كبير في هذا العصر الذي، وهذا الخلل شاب مسألة التصرف في هذه التلقيح. نقول أن فرنسا الآن، وأنا أعيش هنا في هذا البلد، ليس هنا، نعم فعلا أن التلقيح الفرنسية لم تأتي إلى المرحلة أن تفصح عن نفسها وتخرج، ولكن فرنسا الآن فيها العديد من المخابر المتهيئة والتي تهيأت إلى إنتاج هذه التلقيح. نقول أن في بضعة أيام سيكون المنتوج كبير، والسؤال هل فعلا هذا المنتوج الكبير سيصل إلى هذه الدول الفقيرة؟ وهل أن سياسات الدول الفقيرة ستعطي الإمكانية إلى شعوبها أن تلقح بدون مقابل؟ لأن سمعنا أنه في البداية في بعض البلدان العربية يقولون أن التلقيح سيكون غير مجاني. نعم. هذه فضيحة أخرى، فضيحة أخلاقية وإنسانية. إذن نقول أنه هناك الآن مسؤوليات إخلاقية وإنسانية وصحية، أنه هذا التلقيح لابد أن يصل في أقرب وقت لهذه البلدان. الجزائر هي من الدول التي كان يجب أن تأتيها التلقيح بسرعة، ولنتساءل، كنا نترقب في الجزائر أنها دولة البترول ودولة المعادن ودولة الاقتصاد القوي في وقت ما، كنا نتراجع عن الجزائر هي التي ستشع علينا في شمال إفريقيا، ولكن للأسف في الجزائر الآن نجدها كذلك. ولكن السؤال لماذا ننتظر؟ يعني نحن شعوب فقط ننتظر، نستهلك ولا نركز على البحث العلمي كما ذكرت، ولا على تطوير اللقاحات، بينما نحن نملك من الكفاءات يعني من بإمكانهم بالفعل أن يخدموا الكرة الأرضية بأسرها.
هذه هي الكارثة. أنا الآن يعني موجود في فرق بحثية جلها في عربية وجلها أجنبية، وخاصة من الجزائر والمغرب وتونس. المسألة مرتبطة بأنظمة عسكرية، مرتبطة بقوانين زجرية لأنظمة سياسية ديكتاتورية للأسف، ولا أخص دولة بعينها. يتحرر العقل عندما تتحرر الفكرة. هذا هو المطلوب. وأقول لعله ليس ختاما أن تونس الآن، وأنا أنحدر منها، أؤكد أنها لم يصلها إلى حد الآن أي جرعة، حتى أن الشعب التونسي لابد أن يأخذ هذا على محمل الجد، ولا يذهب في مسار الانتوكسيكاسيون دانفورماسيون، معناها السموم التي تبثها وسائل التواصل الاجتماعي. تونس لحد الآن لم تصلها أي جرعة. هناك على مستوى النظري أن هناك مليونين من الجرعات ستصل، ولكنها لم تصل إلى حد الآن. ثم دعوة من خلال شاشاتكم الموقرة إلى الشعب التونسي، أقول أن الفيروس لا يزال موجودا ولا يزال يتقدم ويحصد الكثير، وأن التلقيح هو الوسيلة الوحيدة التي يمكننا بها أن نعيش صائفة هادئة ومطمئنة. إذن لنتسارع إلى التسجيل ونقبل هذا التلقيح يعني مهما كانت دكتور التهمية. حبيب، يعني الناس تنتظر بفارغ الصبر هذا اليوم أن تعود الحياة إلى طبيعتها. حقيقة الناس فقدت أرزاقها، وهذه مسألة مهمة، وأنت تشجع على أخذ اللقاح. أيضا اسمح لي، أرجو أن تبقى معي، أعود إلى الأستاذ محمد كواش. سيد الكريم، العديد من الدول العربية، ونحن اليوم نتحدث عن كيف يبدو المشهد عربيا بخصوص لقاحات فيروس كورونا والتوزيع العادل لها، العديد من الدول العربية حسب مصادر إخبارية وإعلامية ذكرت بأنه اشترت كميات كبيرة جدا من اللقاحات، لكن تنتظر في قائمة الانتظار ليأتي دورها، بينما هناك دول غنية تعاقدت لشراء لقاحات تكفي لتطعيم مواطنيها 3 مرات، وهنا الطامة الكبرى. هل باعتقادك المسألة سياسية تتعلق بعلاقة الدول بين بعضها سياسيا، أم المسألة اقتصادية، وأن شعوب منطقتنا أو الدول منطقتنا إذا صح التعبير أو الحكومات يعني لم تستطع التعامل مع إدارة هذا الملف وهذه الأزمة بالطريقة الصحيحة؟ تمام. والله قضية ربما استلام اللقاحات، بأن كما قلت ربما في عدة مناسبات بأن هي معركة شراء اللقاحات هي معركة بدون دخان، هو أكبر سوق من التوزيع، وكذلك حتى تدخل فيها الجانب العلاقات السياسية، لأن الدول المنتجة الآن رهنت على علاقاتها الطيبة مع الدول التي تعاملت معها في السابق، وبالتالي حتى تكفى كصديقة وكحليفة في المستقبل. وبالتالي كما ذكرت بأن قد ربما اهتمت بشعوبها، وهذا أمر طبيعي جدا، لأن إذا كانت إلغت حاجة مواطنيها الأصليين سوف كذلك تبقى ضغط داخلي معتبر. وعلى هذا الأساس كان هناك توزيع تدريجي، وللأسف كما ذكرت بأن تدخل فيها العلاقات السياسية من جهة، وكذلك هذا التوزيع الغير منتظم خاصة بالنسبة للدول الفقيرة. سؤال يبقى يطرح نفسه في الآونة الأخيرة، من يتكفل بشراء ودفع الأموال الباهظة لأسعار اللقاحات التي توزعها الدول؟ وعلى هذا الأساس نظن بأن سوف يكون هناك احتجاجات مستقبلية بالنسبة للدول. الجزائر ربما كما ذكر الأخ من الجانب المادي ربما ساهمت أو وعدت المجتمع الجزائري ومواطنيها بأن مهما كان سعر اللقاح سوف تقتني اللقاحات، وهذا ما حصل، لأننا نحن اقتنينا لقاح الروسي ولقاح أسترازينيكا أكسفورد البريطاني، وهذا أمر إيجابي، وكذلك سوف نستلم اللقاحات الأخرى الخاصة باللقاح الصيني. إذا وحتى بالنسبة لي حتى هناك حتى الصين وعدت الجزائر بأنها تمنحها كمية معتبرة مجانا، وهذا داخل في العلاقات التاريخية بين الدول. إذا للأسف بما الرهان السياسي طغى في بعض العلاقات الدولية على الحصول على اللقاح في بعض الدول. أستاذ محمد كواش، سؤالي لحضرتك، هل تخشون في الجزائر من تحور فيروس كورونا، خاصة بأنه يذكر أن هناك سلالة جديدة في جنوب أفريقيا قد لا تساهم هذه اللقاحات الجديدة في السيطرة عليها؟
ممتاز استاذ وجدان، السؤال مهم جدا وهي قضيه التحوط الذي حدث في العالم، بل فقط حسب المعلومات العلميه بالنسبه للقاح، باللقاحات المنتجه الان هناك حوالي 11 لقاح عالمي كلها ابدت فعاليه جد معتبره على السلاله البريطانيه، ولكن بالنسبه للسلاله الموجوده في جنوب افريقيا هناك تخوف كبير جدا. على مستوى الجزائر، الجزائر ما زالت تفرض بعض الضوابط الخاصه بالمجال الجوي وكذلك يرات الحجر الصحي في كثير من الولايات، وبالتالي اظن ما دام بقينا على منع استقبال او عوده المواطنين او اجلاء المواطنين ببعض الدول اللي تعتبر بؤر وخاصه اللي عرفت ظهور السلاله الجديده، هذا يعتبر مكسب في الوقت الراهن حفاظا على الاستقرار الصحي والاستقرار الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي، لان الوضع الاقتصادي سواء في الجزائر او في العالم هو على صفيح ساخن بالنسبه لتوقف اغلبيه الانشطه الاقتصاديه. اذا اكيد ان التخوف مطروح بالنسبه سواء بالنسبه للسلاله الجديده وكذلك بالنسبه لاي تحور قد يحدث مستقبلا، لان ما زلنا نعيش تحت وطأة المتغيرات الجينيه التي يمكن ان تعرف او تكون في المستقبل القريب، لهذا الابقاء على الاجراءات الاستباقيه المتعلقه بالتباعد المكاني واستعمال الكمامه هو ضروري جدا لتجنب اي ظهور طفره جديده لتزيد الطينه بله وتزيد الازمه تعقد على المستوى العام. نعم دكتور حبيب بوعزي، ونحن نسمع كثيرا هذه الأيام عن تطوير اللقاحات بحيث تسيطر حتى على التحورات الجديدة في فيروس كورونا، وحتى صرنا نسمع أيضا عن تخوفات من أن تظهر فيروسات جديدة أخرى قد تصيب البشرية. برأيك يعني هل كما تم ذكره بأن اللقاحات، نتحدث هنا عن أكسفورد أسترازينيكا، بأنه قد لا يساعد في السيطرة وقد يكون مفعوله ضعيف فيما يتعلق بالتحور الذي وجد في أفريقيا، كونك مختص في موضوع الفيروسات، كيف لك أن تفسر لنا عمل اللقاح ولماذا لا يؤثر بينما البعض يقول بأنه لا يؤثر ولديه فعالية؟ نعم، ومختص كذلك في علم الجينات وهذا ميداني، وعقب على كلام أخي الدكتور من الجزائر ربي يبارك فيه، أنه بالنسبة لمدى فاعلية التلقيح، أولا أن هذه التلقيح اعتمدت على العديد من التكنولوجيات، ليست كلها تشابه بعضها، كل تلقيح اعتمد على طريقة معينة تختلف عن الأخرى. بالنسبة للتلقيح الذي بدأ العمل به في سنه في اخر سنه 2019، يعني منذ اندلاع هذا الفيروس الى هذا الحد، فان نقول ان بالرغم من وجود هذه الطفرات فان التلقيح لا يزال نافعا، هذا شيء نطمئن به اخواننا في كل العالم. ثم ان هذه الطفرات ليست سريعه جدا مثل سرعه طفرات فيروس الانفلونزا او غيره، هي طفرات تكاد تكون بطيئة. العامل الثالث أن هذه الطفرات لا تجتمع كلها في البروتين المسمى سبايك بروتين، وإنما هي طفرات كذلك تمتد على جميع الإرث الجيني الجينوم للفيروس، بحيث أن هذا التلقيح ما زالت لها الصلاحية للفاعلية ضد هذا الفيروس وإن اكتسب العديد من الطفرات. أما عن تلقيح إكسترازينيكا، هو فعلا هو مثير للجدل قليلا، أولا أنه أخذ نكسات عديدة حتى يصل إلى التتويج والخروج إلى الاستعمال، ثانيا أنه فاعليته تكاد تكون محصورة ما بين 60 و70%، وهذه كذلك نسبة مشرفة لأن التلقيح يمكن أن يكون فاعلا بداية من 50%. إذن تلقيح أسترازينيكا والتلقيح الأخرى إلى حد الآن ما زالت فاعلة. تلقيح أسترازينيكا وجد قليلا من الصعوبات مع الطفرة الموجودة في جنوب أفريقيا، الحمد لله لدينا تلقيح أخرى، وهذا شيء سليم في أصله. في التلقيح سوف لن تكون ناجعة 100%، ولكن الأهم من هذا الأخت وجدان هو أن هذه المخابر وهذه الفرق الآن اكتسبت معلومات قيمة واكتسبت كذلك معلومات مهمة، وتستطيع أن تتعامل مع أي طفرة جديدة. هنا الآن في مخابرنا
كلما شككنا في عينة نأخذها ونقوم بتحليل شفرتها الجينية كاملة حتى نتابع هل هناك طفرات جديدة وهل أن الطفرات الخارجية دخلت إلى فرنسا أم لا. إذن العامل الذي يجعلنا سنطمئن إذا كان عندك بعض من الوقت هو طبعا أن أكيد بالرغم من عندي، وجود أنا فقط أخذت من وقتك كثيرا. نعم تفضل. بالرغم من أن بالرغم من وجود هذه الطفرات، فإن أعقب على كلام وأشيد بأهميته الأخ الدكتور من الجزائر، مع وجود هذه التلقيح لا يجب أن نبتعد عن الحماية وهي الكمامات والابتعاد وغسل اليدين، هذا مهم جدا. ثم أني أطمئن كذلك الأخوة المشاهدين أنه وإن جاءت طفرات فإننا الآن جاهزون إلى مجابهة أي طفرة تقوم، لأن سرعة إيجاد التلقيح كذلك ستتماشى مع ظهور هذه الطفرات. دكتور تفضل. حبيب عزي، يعني مع كل ما تفضلت به من نظرة متفائلة، ولكن هناك من يقول أنه عدد من الدول بما فيها بريطانيا تشهد إغلاق شامل، ومع ذلك أعداد الإصابات والوفيات ما زالت مرتفعة، كيف نفسر ذلك؟ هذا شيء مهم. بالرغم من إغلاق الأجواء وإغلاق الحدود، لا يجب أن ننسى كذلك أن الشعب البريطاني وأنت تعيشين فيه هو مجتمع كلاسيكي يؤمن بالتواصل ويؤمن بالعائلة دكتور كذلك. حبيب، كل منع الآن للأسف الشديد، هناك غرامات مادية، يعني حتى الزيارات منعت. نعم، الطفرة الجديدة التي درسناها والتي ظهرت في بريطانيا هي طفرة سريعة الانتشار، فهذا كذلك عامل مهم. جاءتنا أنباء من عند بعض المختصين الذين احتكوا بهم أن الكثير من الناس الذين فقدوا أرواحهم هي تنتمي إلى شريحة كذلك متقدمة في السن، ربما أنت تؤكدين أو تنفين. فهذه الأيام بريطانيا تشهد قلة في فقدان الأرواح وكذلك قلة في العدوى. إذن المسألة تكمن أنه لابد أن نواصل عملية التلقيح حتى نصد هذه استفحال هذه الفيروسات بشتى طفراتها. الجانب الذي يقول أن هناك بلد معناها وجد فرضا في المشرق، في المشرق هذا البلد هو البلد الوحيد الذي انتهج سياسة التلقيح الشاسعة، فالأبحاث العلمية تقول أنه من هذا البلد والبلد الوحيد الذي فيه وقعت أكثر نسبة للتلقيح على مستوى شعبه أن الأموات قلت وأن العدوى كذلك قلت، وبذلك فتحنا عهدا جديدا. وهذا انتصار عظيم طبعا من المؤكد. نعم وهو كذلك، فإن الآن نؤكد كذلك فعالية التلقيح ونؤكد نجاعتها. يجب كذلك أن نتذكر شيئا، الأول أن نمضي بالحماية والتباعد والكمامات وغسيل الأيدي، وكذلك يعني نستمر. تقصد دكتور حبيب نستمر، لأنه صرنا أكثر من وكذلك سنة على نفس التلقيح. الحالة. شكرا جزيلا وكذلك لك، شكرا للباحث المختص في علم الفيروسات والبكتيريا وعلم الجينات أيضا الدكتور حبيب عزي، كنت معنا من باريس عبر السكايب، تحية لك. عودة إلى ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد كواش، الطبيب المختص في الصحة العمومية من الجزائر. إذن سيدي الكريم، عندما نتحدث عن المشهد وأنت تتابع آخر التطورات، باعتقادك متى نتجاوز مرحلة الخطر الفعلية؟ هل بأخذ اللقاحات؟ لأنه جزء كبير من المشكلة التي نعيشها هي توجس البعض من أخذ هذه اللقاحات من كثرة الأخبار التي نسمعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا عبر الإعلام بكافة أشكاله. صحيح، والله البشرية الآن تعيش تحت ضغط بين أخذ اللقاح أو من عدمه. للأسف كان هناك ترويج لكثير من الإشاعات سواء من مستوى الجزائر أو مستوى العالم في وسائل التواصل الاجتماعي في الفضاء الأزرق وكثير من القنوات والجرائد التي تعرضت إلى أو تطرقت للآثار الجانبية بشكل سلبي. وللأسف ونوضح للمشاهد الكريم بأن كل اللقاحات الموجودة في العالم التي تم إنتاجها عرفت نفس الإشاعات ونفس الترويج ونفس الترهيب والتخويف في البداية، لكن الآن المواطن هو ذكي سواء في الجزائر أو في العالم، يراقب كل الآثار الجانبية ويراقب الأشخاص الذين تلقوا اللقاح فيما بعد سيكون هناك أظن أن يكون في الضغط على الطلبية للحصول على اللقاح. وكذلك الأخت وجدان يجب التنبيه لنقطة مهمة جدا،
قد نتفائل خيرا اذا في حال ان عوده الاجواء الجويه في العالم وفتح المجال الجوي لكثير من دول العالم. نعم. سوف يكون هناك فرض جواز السفر الصحي الخاص بلقاح كوفيد 19، يعني لن يسمح لشيء اي شخص ان يسافر بدون ان يكون ملقح ضد كوفيد 19 او يضطر. نعم. للحجر الصحي في الدول المستقبله. اذا سوف يكون هناك ضغط في المستقبل، وهذا امر طبيعي جدا. وكما قلت سؤالك مهم جدا، وهو ما هي امال البشريه في الوقت الراهن او في الايام القادمه او في الاشهر القادمه، وهل الجائحه سوف تزول؟ لا ندري الى غايه اللحظه. الامور تسير بحذر، لان كما نعلم ان فيروسات اي فيروس عندما يظهر يستغرق فتره ليذهب من فوق الارض، قد تصل من سنتين الى 3 سنوات. والعالم الان نتخوف، وكثير من الباحثين الان يحذرون من حدوث طفره جينيه قد تكون في الاشهر القليله القادمه ان لم تراعى الجوانب الصحيه وجوانب الوقايه. لكن الامل يبقى مطروح، وفي ظل ربما لكثير من الدول الان اللي تعرف الان انخفاض معتبر في عدد الاصابات، ان لم تحدث اي طفره جينيه، لان قد تكون طفره جينيه اكثر فتكا بالصحه العموميه. اذا الامور تسير بحذر، ونامل بكل صراحه ان لا تكون هناك امور سلبيه في المستقبل القريب كما نسجل في الايام الاخيره بالنسبه للطفره الجينيه التي ظهرت في جنوب افريقيا. لا ندري اسبابها، لماذا هذه الطفرات ولما تحدث في دوله دون اخرى. هذه امور تخلي العلماء للبحث اكثر وللتفصيل اكثر حول طبيعه هذه التحورات التي تحدث لكوفيد 19، ويبقى على الاجراءات الاستباقيه مهم جدا في الفتره القادمه حتى تعود الحياه الاقتصاديه، لان قد البشريه الان هي بين المطرقه والسندين، مطرقه كوفيد 19 واثاره الصحيه، ومطرقه الفقر والضغط النفسي والضغط الاجتماعي والضغط انخفاض القدره الشرائيه وتوقف اغلبيه النشاطات الاقتصاديه. نعيش الان ركود اقتصادي رهيب جدا قد يضر اذا استمر الامر لاشهر قادمه. نعم، اسمح لي سيدي، انضم إلينا من برمنغهام في المملكة المتحدة استشاري الأمراض الباطنية والغدد الصماء الدكتور أحمد حلمي. أهلا وسهلا بك سيدي الكريم، شكرا لانضمامك إلينا. أهلا وسهلا، السلام عليكم، شكرا على الاستضافة، وتحية لحضرتك ولفريق الإعداد والمشاهدين والمشاهدات، وطبعا لضيوفك الكرام. شكرا جزيلا سيدي. نتحدث اليوم عن المشهد في الدول العربية فيما يتعلق ب لقاحات كورونا، توزيعها بشكل عادل، مجانية اللقاح للمواطنين، وبالتالي نقارن بين الدول الغنية التي اشترت لقاحات تكفي لتطعيم مواطنيها 3 مرات، وبين شعوب لحد الآن منسية لم تصلها أي جرعة. كيف ترى الوضع؟ كيف يبدو المشهد عربيا سيدي؟ الحقيقة طبعا هناك البانديميك أو الوباء، وباء عالمي الحقيقة أصاب البشرية على كل المعمورة في الكرة الأرضية جمعاء، ولكن زي ما حضرتك تفضلتي واضح أن في كان سبق فيه يمكن في الدول الغربية في الولايات المتحدة وفي الدول الغربية في عملية البحث العلمي وعلى مستوى العلاج وعلى مستوى التطعيم الحقيقة واللقاح. الحقيقة كان منظمة الصحة العالمية عليها دور الحقيقة كبير في أنها تعمل نوع من التوازن، ولكن الحقيقه انا شايف في البريتش ميديكال جورنال هذا الاسبوع تخوف من يعني تصريحات من منظمه الصحه العالميه نفسها، من تخوف من انها بتقول فاريانس والفولو فاكسين ناشوناليزم، يعني هو الخوف من ان يحصل نوع من القوميه صح التعبير، او ان يصبح الفاكسين محلي فيما في اماكن انتاجه ولا يصل الى المستوى العالمي حتى يمكن يعني السيطره على الوباء على مستوى عالمي. الحقيقه طبعا في الموضوع له ابعاد سياسيه واقتصاديه، وطبعا حضرتك يعني تعلمي السجال اللي كان حادث بين حتى هنا في المملكة المتحدة وأوروبا في أعقاب البريكزيت، والصراع حول الحصة من يعني فاكسين أوكسفورد أسترازينيكا اللي هو بينتج هنا في المملكة المتحدة. وزي ما حضرتك تفضلتي دلوقتي المملكة المتحدة يعني دخلت داخلين على 10.5 مليون أو داخلين نقارب على 12 مليون قريبا من التطعيم، بينما في دول أخرى الحقيقة لم تحصل على أي جرعات من التطعيم أو بتحصل على تطعيمات الحقيقة فيها أقل من ناحية الكفاءة وعلامات استفهام حول كفاءتها وسلامتها للشعوب. الحقيقة يعني ربما لا نلوم، هناك في بعض البلدان اللي هي فعلا حريصة على يعني كل حكومة حريصة على أنها يعني تقوم بمهمتها تجاه شعبها. فأنا الحقيقة يعني أنا أتصور برضو أن الدول العربية عندنا نتيجة غياب الـ يعني الـ خلينا نقول الحريات السياسية
ولها طبعا وان الحكومات الموجوده لا تمثل شعوبها في اغلب البلدان، انعكس هذا الحقيقه على القطاعات، منها القطاع الصحي. فبعد يعني احنا نمر في يناير وفبراير اللي هي يعني فتره الربيع العربي اللي هو بدا الحقيقه في المغرب العربي، بدا في تونس وانتقل الى دول مصر وليبيا واليمن وسوريا وغيرها. فانا اعتقد ان الانتكاسه اللي حصلت من الناحيه السياسيه ادت الى ان الحكومات الموجوده ربما لا تهتم بانها تثبت وجودها لانها غير يعني غير شرعيه او انها جايه بطريقه غير ديمقراطيه. فالحقيقه يعني الاهتمام بالمواطن ربما لا يكون هو رقم واحد، وده للاسف يعني انا حزين ان اقول هذا. كان من الممكن احنا هي بلادنا العربيه لا يعني لا ينقصها الحقيقه الكفاءه العلميه، وفي نوابغ يعني من العلماء في جميع انحاء العالم من اصول عربيه واسلاميه، ولكن وايضا لا ينقصها اعتقد الموارد الحقيقه الماديه، يعني لان عندنا موارد ماديه لكن الحقيقه هناك في فساد وعدم استخدام لهذه الموارد بشكل جيد. فكان ممكن يكون في الحقيقه ضغوط كثيره في التعاون مع دول الكبرى بحيث ان يكون هناك تخصيص للتطعيمات تكون في على مستوى الدول العربيه ايضا. في نقطه اخرى اللي هي ان التطعيم طبعا زي ما تفضل الزميل انا سمعت من الضيف الكريم ان هناك طبعا في فاريانس، وهناك يعني شفنا ما يسمى يطلق عليه كنت فاريانت هنا اللي هو كان في مدينه كنت في شرق لندن، ثم الساوث افريكان فاريانت او اللي هو التحول الموجود في جنوب افريقيا. واضح ان احنا يعني هناك تحليلات تقول ان هذا طبيعي بان الفيروسات يحصل تحورات بهذا الشكل. فربما ايضا التطعيم لابد ان يكون فيه هناك ساعه افق الحقيقه، وده نتعلمه احنا حتى على المستوى الطبي، ان ربما التطعيم اللي هو موجود الان او التطعيمات اللي هي معترف بها او اللي هي اعتمدت الان بعد بحث علمي خلال الاشهر الماضيه ربما تحتاج الى تطوير دائم او تطوير مستمر تشابه يعني فاكسين الانفلونزا اللي هو احنا عندنا ان هو بناخده بشكل موسمي اللي هو الفلو جاب. هنا حتى في المملكه المتحده تلاقي الجي بي او الممارس العام بيطلب من المواطن كل عام انه ياتي ياخذ واحد، وهو يعلم انه عندما ياخذ هذا الفاكسين لن يحميه من جميع انواع السترينز او الفيرنس بتاع الانفلونزا. ولكن بالطبع وجود يعني ماس فاكسينيشن او عملية تطعيم على مستوى واسع في حالتنا هذه في حالة الكوفيد لأنها ليست محلية إنما هي وباء عالمي، مؤكد أن ما يسمى يعني المناعة المجتمعية ممكن أنها تقلل بالفعل تكون وسيلة لتقليل هذا الوباء وحجم انتشاره. يعني احنا الحقيقة طبعا بنناشد جميع زي ما قلت لحضرتك فيه المفروض على مستوى السياسي والمستوى الاقتصادي في بلدنا من جهة، والحقيقة برضو على مستوى التعاون بين الدول إذا كان السجال موجود أصلا ما بين الدول الأوروبية في حد ذاتها، يعني هذا السجال كان موجود بين المملكة المتحدة وبين الدول الأوروبية وهي دول أصلا غنية، ولكن واضح أن في نوع من السجال في أن عملية الإنتاج اللي هي خط الإنتاج من الشركات اللي هي بتنتج هذه الفاكسين الحقيقة مش ملحقه زي ما بيقولوا، لان فعلا بلايين انت بحضرتك تتحدثي عن بلايين من الجرعات. نعم دكتور احمد حلمي، ولكن كبير. هناك من يرى انه يوجد تباين حقيقي في موضوع اداره ملف اللقاحات وازمه كورونا بين الدول الغنيه والدول العربيه باستثناء بعض الدول الغنيه كما ذكرنا قبل قليل الامارات التي تصدرت التطعيم في الدول العربيه بشكل كبير وملحوظ. هذا التباين ما أسبابه؟ هل الوضع الاقتصادي المتردي لهذه الدول أم هناك أسباب أخرى؟ الحقيقة أنا حزين أقول أن يعني الدول العربية المفروض أنها تجمعها دين واحد ولغة واحدة ويعني ومساحة جغرافية يعني ليست فيها موانع من المحيط إلى الخليج، حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى وزع في هذه البلدان بلاد فيها كفاءات يعني بشرية كبيرة، وفي بلدان أخرى فيها كفاءات ربما دول بترولية ودول لها أكثر وفرة من الناحية المادية. للأسف كان المفروض أن تكون الدول العربية دي كلها مثل الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال تكون هي وحدة واحدة، أنها تكون متحدة في هذا الملف، ليست أن كل دولة تكون يعني سعيدة أو فخورة بأنها بتقوم بعملية التطعيم على مستوى محلي. بالعكس كان المفروض أن الحاجة زي للأسف جميع الدول العربية اللي هي ليس لها يعني الآن وجود أو تأثير
كان المفروض ان يكون منوط بالدول العربيه انها تكون في 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 يد واحده في هذه المشكله وهذه الجائحه، ويكون هناك نوع من التكامل الحقيقه الاقتصادي والطبي، اذا كان هناك في بلدان فيها يعني تقدم طبي وبلاد اخرى فيها تقدم مالي وتقدم صحيح. يعني وتقني وهكذا. فكان لابد للاسف ان للاسف هذا لا يحدث نتيجه الظروف السياسيه اللي يعني شرحناها باختصار لحضرتك، يعني طبعا كلنا ادرى بها يعني كلنا نعلمها جميعا بشكل جيد. فالحقيقه ده يحزن، وخاصه هناك حتى في على مستوى الدول العربيه ايضا في تفاوت في التعداد السكاني، يعني ففي تفاوت في التعداد السكاني من بلد الى اخرى. فانا الحقيقه اتصور ان احنا يعني كبشر احنا كمهنتنا مهنه انسانيه، والحقيقه الوباء اصاب الانسانيه جمعاء في مقتل اذا صح التعبير. فانا اتصور ان صحيح لا ننكر ان في عوامل سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وغيرها، لكن لابد الحقيقه ان القيمه الانسانيه في هذا المجال تسبق الحقيقه اي شيء. وانا اتصور ان برضو هناك المؤسسات المجتمع المدني عليها دور الحقيقه، يعني احنا في عندنا مؤسسات شفناها في كوارث وفي حاجات زي اطباء بلا حدود وغيرها، انا الحقيقه لا يعني لست عضوا فيها، لكن بقول انا بدي على سبيل المثال الحاجات اللي هي عابره القارات وكذا. طبعا الموضوع ضخم لان احنا بنتكلم عن يعني ناحيه اقتصاديه واحتياج لدعم مادي ولوجستي ولنقل الفاكسين وما الى ذلك، ولكن الحقيقه اتصور برضو ان منظمه الصحه العالميه عليها دور كبير في انها تحاول تدعم بشكل اساسي الدول اللي هي اقل حظا من الناحيه الاقتصاديه، بحيث توجهها الى، لان الدول الحقيقه الغنيه مكتفيه، لكن لابد ان منظمه الصحه العالميه تقوم بهذا الدور، لن يقوم بها احد غيرها في هذا المقام. دكتور احمد حلمي، اذهب الى الدكتور محمد كواش من الجزائر. سيد الكريم، التباين من حيث التعاقدات لشراء اللقاحات ونوع اللقاح المستخدم واولويه الحصول عليه دفعت هذه المخاوف كلها منظمة الصحة العالمية كما ذكر ضيفنا قبل قليل لمبادرة كوفاكس لدعم الدول الفقيرة والأكثر تضررا، ولكن مع ذلك لحد الآن هذه الشعوب أو هذه الأمم الفقيرة إن صح التعبير ما زالت تنتظر ولم تصل لها أي جرعات. باعتقادك هل الخلل في إدارة أزمة كورونا من قبل منظمة الصحة العالمية نفسها؟ تمام، والله سؤال مهم جدا أستاذة وجدان، دعني فقط أرجع إلى قوس بسيط جدا. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة اعتبرت الدولة الأولى من حيث في الدول العربية التي كان عندها تلقيح لعدد كبير من مواطنيها مقارنة بالدول الأخرى. ونذكر فقط بأن الإمارات العربية المتحدة قد أبدت في البداية كان عندها قرارات رائعة جدا، وهي كانت دخلت في التجارب السريرية بالنسبة للقاح كوفيد-19، وهذا أمر إيجابي، وهذا ما مكنها من الحصول على كمية معتبرة. أولا لأن عندها الجانب المادي وجيد، وكذلك الجانب الثاني وهو المصداقية، لأن كانت ساهمت في التجارب السريرية بالنسبة لفعالية لقاح الصيني في البداية. بالنسبه للوضع الوبائي العالمي الان والمسؤوليه التي تتحملها منظمه العالميه للصحه بالنسبه للتوزيع العادل للقاحات وتقديم مساعدات للدول الفقيره حتى تشتري بدورها اللقاحات وتلقح شعبها، هي مسؤوليه كبيره جدا. ونوضح لك نقطه مهمه جدا، لان الان كما يقول مثلا نحن كلنا في اناء واحد، لان الان اذا مثلا اذا بريطانيا مثلا تم تلقيح فقط الشعب البريطاني مثلا، اذا الشعب البريطاني سوف يحاصر، يبقى يعيش فقط في بلده، ولكن المعاملات الاقتصاديه والتنقلات العالميه مرهونه بتلقيح كل العالم، فهذا ما يجعل حتى حياه البشر. رغم انه بريطانيا يعني مجرد 6 أو 7 ملايين تم تلقيحهم، مش اكثر يعني. تمام، لا قلت فقط كنموذج فقط، يعني نوضح الصوره فقط للمشاهد الكريم بان محتاجين الى ان العالم كله يخضع للتلقيح، وعلى الاقل فقط يعني ان تكون هناك عداله. عدالة، صحيح صحيح، لفتح المجال للإنسانية، لأن حتى الناس الذين سوف يلقحون سوف تكون حياتهم في خطر، لأن سوف يسافرون وتتوقف الأنشطة الاقتصادية والسياحية والتجارية إلى آخره. فنحن الآن موضوعنا كلنا في كرة أرض واحدة، والتحدي وضرورة المساعدة، لأن الجزائر كانت وعدت حتى بمساعدة تونس بالنسبة لتوزيع اللقاح في حاله ان توصل الى جرعات كافيه، وكما شفنا قبل يومين الجزائر بعثت شاحنتين محملتين بالمساعدات الطبيه بالنسبه للكمامات ومعقمات الى اخره، قد تكون كذلك ربما مساعدة، لان حتى الصين وعدت الجزائر بانها
سوف تستلم حوالي كميه معتبره من لقاح الصين، وفي نفس الشيء بما حيكون دعم للدول الفقيره والدول التي تحت خط الفقر والتي ليس لها امكانيات رحمه بالمواطن سواء في الجزائر او في العالم او في كل انحاء الارض. شكرا جزيلا للدكتور محمد كواش الطبيب المختص في الصحه العموميه، كنت معنا من الجزائر عبر السكايب، شكرا لوجودك معنا. عودة لحضرتك دكتور أحمد حلمي من المملكة المتحدة، تغيب أي إحصائيات عن عدد اللقاحات المتوفرة في دول عربية مثل الجزائر وتونس والسودان والدول التي تشهد صراعات مثل اليمن وسوريا وليبيا. وهنا أعود إلى موضوع إدارة أزمة كورونا، هل تعتقد أننا متأخرين في ذلك؟ أتفق مع حضرتك طبعا، سؤال هام جدا، والحقيقة في نقص في الشفافية الحقيقة في كل البلدان، وحتى في أنا من أصل أنا مصري طبعا من مصر، ونفس الشيء يعني حضرتك ذكرت عدة بلدان في المغرب العربي وفي المشرق العربي وفي مصر في قلب الأمة العربية. الحقيقة للأسف مع وجود الانقلاب ووجود اللي هي الثورات المضادة أدى إلى الحقيقة في انعدام للمصداقية. الحقيقة لا نقدر نثق في عملية الأعداد الاختبارات، ناهيك عن أعداد التشخيص، ثم يعني عن برضو موضوع التطعيم، هناك تصريحات متضاربة، نتمنى طبعا لبلادنا ولشعوبنا كل خير، ولكن الحقيقة مع ما يحدث ليس هناك ضمان الحقيقة أن كل هذه الإجراءات، وزي ما حضرتك قلت التعاطي مع الأزمة هو طبعا تعاطي غير موفق، وغير لأنه هو بيتم عن طريق حكومات غير منتخبة وغير ديمقراطية ليس همها، وهناك فساد طبعا مالي وإداري وسياسي وغياب للحريات أدى إلى أن يعني كرامة المواطن والاهتمام به وبصحته ليست على الأجندة أو الأولوية. ورأينا كثير من الأطباء الحقيقة يتوفوا ونسمع يعني هذا من نقابة الأطباء في مصر على سبيل المثال وغيرها. فالحقيقة نتمنى أن فعلا يعني تعود لبلادنا الحقيقة حريتها وكرامتها، وإحنا الحقيقة بلادنا ليست أقل، هو لازم إحنا نستورد الفاكسين من بلد أخرى، يعني لازم نجيبه من الصين أو من بريطانيا أو من كذا، ليه لا، ليس عندنا، إحنا عندنا علماء الحقيقة في جميع أنحاء العالم، وهم حتى بيكونوا أعضاء في هذه البحوث الموجودة في البلاد الأخرى. أكيد خاصة في جامعة أوكسفورد، يعني هناك علماء مصريين. نعم موجودين. أنا بقول لماذا يعني في كل الحقيقة من جميع الجنسيات العربية، الحقيقة أنا بنتعامل مع أطباء وعلماء في كل المجالات وكل الزملاء. نعم ولكن أتحدث هنا خاصة عن الطاقم أو فريق العمل. نعم لا أنا بقول بالفعل. موضوع أسترازينيكا تحديدا. نعم. لا انا بقول يعني لا يعني ليس هناك ما يمنع ان احنا كنا كبلاد ان احنا ننتج زي ما كان الدكتور محمد مرسي رحمه الله يقول ننتج غذائنا ودوائنا وسلاحنا، ننتج دوائنا. فالحقيقه انتاج الدواء ده كان هدف المفروض استراتيجي وليس استيراد الدواء، بحيث ان يكون لكل الدول العربيه وليست يعني انا لا اعتقد انها دول فقيره، بالعكس هي دول غنيه بمواردها الماديه وبمواردها البشريه ومواردها العقليه والثقافيه، تستطيع ان هي اذا كانت توفرت الحريات. يعني هي بلاد غنيه ولكن المواطن لا يستفيد شيء منها للاسف الشديد. للأسف هذا ما يحدث. وهنا دكتور احمد حلمي اسالك حول موضوع الجدل الذي اثير فيما يخص مجانيه اللقاح في مصر، يعني هناك دعوات قضائيه رفعت كما سمعنا ضد وزاره الصحه تطالبها بانه يكون لقاح كورونا مجاني. الحقيقه هنا على سبيل المثال حضرتك احنا بنتحدث من بريطانيا، هنا كل شيء مجاني، يعني سواء التست الاختبار مجاني نتيجه ان في دافع الضرائب يجد مقابل للضريبه اللي هو بيدفعها. الحقيقه احنا عندنا في مصر على سبيل المثال صندوق تحيا مصر وضرائب على كل شيء، ولكن المواطن عندما ياتي ان هو يدفع يعني مبلغ 1200 الى 2000 جنيه عشان يعمل الاختبار في كل شيء، يعني المفروض ان كل هذه الاساسيات الصحيه وخاصه في فتره الجائحه توفر هذه يعني تسخر كل هذه الامكانيات للمواطن بحيث تاتي له مجانا، وخاصه هناك في تباين في الخدمه الصحيه مثلا للعسكريين غير المدنيين على سبيل المثال وللكادر القضاء ولكيف، هناك نوع من المحسوبيه ونوع من التمييز الحقيقه. والحقيقه ده امر برضو عالمي، يعني يمكن على صفحه البي ام جي اللي موجوده الاخيره بيقول يعني حضرتك الجريده امامي هنا بتقول ريسيزم ان هيلث كير، يعني بيقول هل كوفيد ده مثال، بتقول يعني هل هناك في عنصريه في الخدمه الصحيه نوت جاست كوفيد بروبلم. فهناك الحقيقه
يعني صرخة إذا صح التعبير أو نداء، وأنا يعني برسل هذا النداء من خلال منبر حضرتك وبرنامجك المتميز، إن لا لابد فعلا على مستوى الحكومات وعلى مستوى المنظمة الصحة العالمية إنها يكون هناك في نوع من يعني العدالة، حتى برضو على غلاف البي ام جي فير اكسس تو فاكسينز، يعني دي بتقول لابد ان يكون هناك اكسس للفاكسين، ليكون هناك يعني عدالة في توزيع الفاكسين. بيقول how some countries are losing out، يعني لماذا بعض الاقطار او بعض البلدان خاسرة في هذه اللعبة او في هذه المعادلة. والحقيقة انا برجع تاني بقول لحضرتك انك على رجعنا على مستوى بلادنا احنا العربية، انا اعتقد المفتاح لها هو يعني عودة الحريات والديمقراطية لبلادنا، يتبعها سيتبعها طبعا يعني تطور لفايدة المواطن الحقيقة، بحيث يشعر المواطن بكرامته والاهتمام به في مجال زي مجال الصحة وغيره. أنا أدعي أن هذا هو المحور أو هو المفتاح الأساسي، إحنا الآن بنرى أثاره فقط. وحتى تكون هذه الدول في تنافس الدول الكبرى، وهي مرشحة أنها تكون من ضمن الدول الكبرى زي مصر وزي تونس وكل الحقيقة بلدنا، كل بلدنا الحقيقة والجزائر والمغرب، كل هذه الدول مرشحة أنها تكون، ودول إسلامية أيضا زي مثلا زي تركيا الآن، زي باكستان، كلها وكل الدول هذه تستطيع كمتحدة معا، ودول الخليج وغيرها إذا اتحدت واستطاعت أنها تكون يعني فعلا يد واحدة كما ينبغي أن يكون في حب إذن الحرية. إذن تحت الصراعات السياسية دكتور، ولكن هناك صحيح من يرى من الخبراء أنه يتوقع أن تحدث انفراجة بنهاية العام مع توفير المزيد من اللقاحات والتوسع في الإنتاج لتوفير احتياجات السوق العالمي. باعتقادك إذا ما تحدثنا عن المشهد في الدول العربية ونحن متأخرين في هذا المجال، هل تعول الحكومات على مناعة القطيع مثلا إذا لم تتحصل على هذه اللقاحات في الوقت المناسب؟ بالطبع ما طرحته أنا هو ما نأمله، وهو حاجة نأمله ربما، لكن على المستوى الواقعي الآن في النتيجة في الوضع اللي احنا نعيشه الان ونحن نعلم ما نحن فيه الان، لابد ان الحقيقه ان يكون هناك يعني حرص. انا اتصور ان المنظمات الغير الحكوميه عليها انها تعمل جهد كبير في انها تحاول انها تتواصل مع شركات الادويه، يعني لابد ان يكون هناك تكامل من هذا الجانب وتتواصل مع منظمه الصحه العالميه بشكل اساسي في وصول هذه اللقاحات الى، وممكن نبدا بالقطاعات محدده، يعني زي هنا في بريطانيا على سبيل المثال لم يطعم الناس كلها، يعني الان طعم احنا ككادر طبي لان احنا في الصداره والمقدمه نتعامل مع المرضى كبار السن، لكن المواطن العادي اللي هو 50 سنه لسه ما وصلوش الدور. فانا اتصور ان احنا بلادنا عليها ان احنا نبدا بنفس المستوى، ان احنا ربما صحيح احنا بلادنا فيها تعداد سكاني كبير، لكن لا مانع ان احنا نبدا على المستوى المرحلي ان احنا يتم تطعيم من هم كبار السن ومن هم اصحاب يعني امراض مزمنه، حتى نستطيع ان احنا فعلا نصل لمناعه المناعه المجتمعيه اللي حضرتك تتحدثي عنها. ربما تكون فعلا هذه خطوه زي ما تفضل الزميل الضيف اللي كان معانا، ان احنا هي ليست عمليه محليه فقط، لان حتى يعني لا تفرح دوله انها فعلا طعمت مواطنيها، لكنها كيف تستطيع انها تتعامل اقتصاديا ويحصل مع دول اخرى اذا كانت بياتيها الفيروس من دول اخرى، وياتيها يعني لن تتوقف حتى نعود الى حياتنا الطبيعيه. لابد ان يعود الحركة السفر والتنقل وتعود المياه إلى مجاريها كما يقولون. فعلينا أن احنا نشعر أن احنا زي ما تفضل الزميل أن احنا في مركب واحدة، كلنا في مركب واحد في هذا العالم، وعلينا أن احنا ننظر بشكل هوليستيك أو بشكل يعني عام بشكل أكبر أو أوسع لهذه الجائحة، وأن يكون في تضافر الحقيقة إنساني في المقام الأول، ويدعمه الحقيقة برضو قرار سياسي وبعد اقتصادي. وإن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني العام يعني أفضل، يعني هناك تحسن خلال الأشهر القادمة إن شاء الله في نهاية هذا العام، يعني لا ينتهي العام حتى يكون إن شاء الله هناك. نعم، قبل أن أنهي معك دكتور أحمد حلمي سؤال كنت أود طرحه حول موضوع الوفد الذي ذهب إلى الصين يوهان لمعرفة منشأ كورونا. الأخبار اليوم تقول أن الصحة العالمية تنفي وجود كورونا في ووهان قبل ديسمبر 2019، إلى أي مدى هذا الخبر يعطي أملا في بالفعل العثور على سبب انتشاره وبالتالي مواجهة هذا الوباء وخلاص البشرية منه؟
هو الحقيقه يعني اعتقد الموضوع في يعني له شكل نظري الان. حكايه اولا طبعا الوفد المنظمه العالميه وفد متاخر جدا، يعني الجائحه بدات في 2019 في ديسمبر، كان لابد ان الوفد ده يكون في مرحله مبكره، ولكن هو الوفد الان بيعمل عمليه نوع من الدراسه اللي خلينا نقول ريتروجريد، يعني فلاش باك ميدانيه، حتى يمكن التعلم من يعني من اسباب بدايات هذا الجائحه هذه الجائحه ومحاوله الا تتكرر مره اخرى. طبعا هناك ورد اشياء كثير عن موضوع نظريه المؤامره، وان هل هو يعني متعمد او غير متعمد. الحقيقه في النهايه احنا كاطباء يعني انا اللي يهمنا الجانب الفني، ربما لا نصل ابدا الى النتيجه في هذا، هل هو فعلا كان متعمد في شكل حرب كيماويه في الصين ثم يعني صار يعني زادت عن الحد او انتشرت، او انها كانت فعلا شيء غير متعمد. ستثبت في النهايه الايام احنا المزيد من التفاصيل الايام ربما في هذا الخصوص. هذا للتاريخ الحقيقه، لكن احنا الان يهمنا ان احنا نعاني من هذه الجائحه الان، يعني ومجهود تشكر عليه يعني منظمه الامم المتحده، وان كان زي ما قلت خطوه متاخره، لكن ارجو ان احنا ناخذ منها دراسه وعبره، لان واضح الموضوع تكرر. يعني كان في سارس 1 من عده سنوات والميدل ايست فيروس وكذا، فواضح ان عد كل الاستفاده من هذه الدروس مهم للمستقبل ان شاء الله وللاجيال القادمه. شكرا جزيلا للاستشاري بالامراض البطنيه والغدد الصماء الدكتور احمد حلمي، كنت معنا من برمنغهام في المملكه المتحده. شكرا لحضرتك اكيد للحديث بقيه. نشكر كل من شاركنا في حصه اليوم من المشهد، وايضا نشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه. الى اللقاء.